المرح، وهي بكتابة الأعمال التي يحب الطفل أن يقوم بها على ورقة صغيرة، ووضع هذه الأوراق الصغيرة داخل علبة. سمينا هذه العلبة علبة المرح، وعلى الطفل أن يختار من هذه الأوراق وينفذ ما مكتوب عليها من عمل. ماذا ظهر لك؟ مسابقة رسم. هيا يا منى. أحبتي الأطفال، أتمنى أن نالت رضاكم. إلى اللقاء.